وصلت القافلة الطبية بقرية بهيك في مركز أسيوط بمحافظة أسيوط أعمالها لليوم الثاني على التوالي في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأكثر احتياجا وتقديم العلاج لهم بالمجان. وتستهدف القافلة توقيع الكشف الطبي على أكثر من 2000 مواطن وتقديم العلاج المجاني لهم. وضمت القافلة جميع التخصصات ومعامل الأشعة، وتم تحويل الحالات المرضية منها إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج المناسب. هنا بلا شك العيان بيستفاد، انت بتيجي لغايه عنده، مش بتكلفيه مواصلات، مش بتكلفيه انه يتنقل من مدينه لمدينه او من مكان لمكان او يضيع وقته او فين لما يوصل مثلا العاصمه في اسيوط، لا ده انت بتيجي لغايه عنده، بتشخصي له المرض بتاعه، بتساعديه، بتصرفي له علاج مجاني، بتكشف عليه في جميع التخصصات اللي هو عايزها. اكيد بلا شك هو بيستفاد. احنا هنا دورنا ان احنا بنصرف العلاج للمريض بعد مراجعة الأدوية اللي موجودة معاه في التذكرة من قبل الطبيب، بنشوف الأدوية متوافقة مع بعضها أو متوافقة مع الحالة ولا لأ، وبنشوف التعارضات بتاعتها والتحاليل المطلوبة ليها هل اتاخدت ولا لأ، وبنفهم المريض قبل ما ياخد العلاج هو هياخده إزاي والطريقة اللي هيتعامل بيها مع العلاج إيه، الأعراض الجانبية اللي ممكن هتظهر معاه مع الأدوية علشان ما يوقفهاش من تلقاء نفسه قبل ما يرجع للطبيب إيه ويضر نفسه بيها.